اكيد انت جربت اي مشروع قبل كده او في دماغك فكره مشروع عايز تنفذه. انا بقى بدات حكايه المشاريع دي من تحت قوي. يعني عندك وانا في رابعه ابتدائي مثلا بعت التراب للناس. اه والله زي ما بقول لك كده، التراب اللي هو في الشارع ده. انا وابن عمي قررنا نفتح مشروع شركه، اشترينا ب3 جنيه كيس اساتك وبدانا نلم كيس الشيبس الفاضيه من الشارع مع شويه تراب حلوين كده من الشارع برضو خلي بالك، وعب التراب في كيس الشيبس ولف عليه استكان يمسكوه وبقى يويو. وكنا عاملين مقاسات بقى، يعني عندك حاجه بربع، حاجه اكبر بنص، حاجه اكبر بجنيه، ما انت بتغلي عشان الكميه بتكتر بقى، كميه التراب اللي انت جايبه من الشارع اصلا. ومش المشروع ولمينا راس مالنا من السوق والعيال كلها اشترت، رغم ان كان ممكن يجيبوا شويه اساتك ويعملوا هم الموضوع ده، بس هي ارزاق شويه. وقال لي هنعمل مشروع شيبسي، وكان بالتحديد مع بدايه ظهور القطاعه اللي هي بتقطع البطاطس تعملها شيبسي بكل سهوله دي. طب ايه خطتك للمشروع يا زعيم؟ كان هو العقل المدبر، ما هو دماغه متكلفه برضه. قال لي احنا مش هننزل بتقلنا في السوق، احنا هنعمل كيس تجريبي وهنلف على الشقق اللي في البيت، هندوقهم واللي هيعجبه الطعم هيرجع يشتري مننا تاني وكده هنبدا نبيع. شكلك فاهم يا نصر. المهم لفينا ودوقنا الناس وخلص الكيس. طب ايه؟ مفيش ولا زبون جالنا، ما اصل هي نفس البطاطس اللي اي حد هيعملها في البيت، فين الاختلاف في الطعم هنا اللي هيشد رجل المستهلك؟ حلقه من الناحيه الثانيه وقف المشروع، ولكن ما كانش فيه خسائر ماليه قوي لان كل حاجه يعتبر كانت جايه من البيت، البطاطس، الزيت، حتى كيس الشيبسي كان حد واكله وخدنا الكيس عبينا فيه. شويه وبدات تربيه الحمام، كنت وقتها وصلت تانية اعدادي وكنت محوش بتاع 80 جنيه على المعونه اللي من اهل البيت وجبت جوزين جمع شغالين مع بقى شويه زغليل كانت امي بتجيبهم لي كل اسبوع، ما تفهمش هي بتجيبهم ليه بس قادرة بنكتر الحمام وخلاص. وطبعا وقتها العلف ما كانش زي دلوقتي، انا مش فاكر اصلا انا كنت باكلهم منين والله. اللي فاكره ان انا ما كنتش باخد فلوس علف من حد، وفي نفس الوقت برده مش فاكر ان انا كنت بجيب لهم علف. ما علينا، هو زمان كان في بركه في كل حاجه فعدي موضوع العلف ده. المهم ان الحمام بدا يشد انتباهي مع الوقت، وكل يوم بقيت اقعد عند الحمام اكتر من اليوم اللي قبله، صبح ليل ظهر عصر انا قاعد. شفت انت الضيف اللي بيجي يلزق في المكان؟ كنت انا وهو واحد. هو انتوا مش هتعشوني؟ يلا بقى. وكان التنظيف ايه بقى؟ يوميا كان لازم الاوضه تتكنس وتترش وبرمي تلج في الارضيه في الايام الحر الاول. طب برمي تلج ليه؟ ما تفهمش، ما انا مهتم بهم بقى. المهم اهلي كانوا متشجعين للموضوع ده في الاول، بس شويه لما لقوني ما عنتش بنزل من عندهم، لا لازم الموضوع ده يتفض بقى علشان تركز في الدراسه. انا كده كده اصلا كنت فاشل، بس الكلام ده بينه وبينكم يعني، هما كانوا فاكريني من اللي بيقعدوا في التخته الاولى، ولكن الحمد لله ان ما حدش كان بيجي لي المدرسه. المهم كان رد عليهم ان انا ممكن اتزنق في فلوس في يوم من الايام، فالحمام هو اللي هيفك زنقتي لما بيع منه. تفتكر كنت هتزنق في ايه وانا في ثانيه اعدادي؟ مديون لكانتين المدرسه مثلا؟ هو كانوا كلمتين وخلاص في سبيل ان الحمام يفضل موجود. شويه والموضوع بدا يتطور اكتر وحياتي كلها حرفيا بقت مع الحمام. هما قالوا طالما متعلق بيهم ولاقي حاجه تشغله نسيبه، بدل ما يروح يصاحب حد يشربه سجاير ولا حد يبوظ. ما هو اصل السن ده اخطر سن انت بتمر بيه وبيبقى شبه تحديد مصير. يعني لو شربت سجاير على سبيل التجربه مثلا مع اصحابك خلاص هي كده لزقت معاك وتفضل تقرفنا بقى لما تكبر، والله نفسي بطلها منه لله اللي كان السبب، ما انت اللي كان اختيار صحبتك غلط من الاول. المهم بقى اتعلمت حاجات كتير من الحمام في الفتره دي، واللي هي التجاره. هجيب جوز شغال ويبيض عندي يطلع مره واثنين وثلاثه وابيع الزغاليل بتاعته واكسب بقى. الصراحه وانا اتعلمت بس ما كسبتش، بس كان في هنا اصرار بقى مع حب. يعني انت حابب الحاجه ديت ومفيش مانع لو شويه مكسب نغزي بهم العين يعني. ها عامل ايه؟ مالك مخستك كده؟ مش هقول لك ما كسبتش منهم خالص، لا كان بيجي عليا ايام ولاقي نفسي مطلع 300 جنيه مكسب 500 جنيه مكسب، ما انا كنت بكتب بقى كل اللي بيتباع وكل اللي بشتريه، ولكن اللي بشتريه كان اكتر لان كنت دايما حابب اطور من نفسي. فكانت الفلوس اللي بشتغل بيها كنت بصرفها عليهم، شويه اعمل دبل باسمي، شويه اعمل بوكسات خشب. كان بيجي عليا فترات واتهبل كده واشتري جوز ب 1500، و1500 وقتها كان شغل 3 اسابيع، واعمل نفس الحسبه هجيب الجوز يطلع عندي مره واثنين وثلاثه واكسب بقى، وبرده ما كنتش بكسب. وكان بيحصل اي حاجه بقى، يعني الجوز ما يبيضش، طب يبيض ويكسر البيض، طب الزغاليل تموت، وعلى كده، ولكن برضه ما يئستش، لحد ما كبرت بقى شويه واقتنعت خلاص ان الحمام ده ما تستناش منه مكسب، انا هصرف عليه وخلاص. وطبعا هو في طرق كتير ممكن تكسب بقى من الحمام، بس انا ما كنتش فاضي، انا في شغلي والحمام ده حاجه جنب شغلي، يعني حاجه ترفيهيه كده. ودي كانت حكايتي مع الحمام، وطبعا في تفاصيل كتير عديتها علشان ما اطولش عليك. مثلا اول جوز غالي اشتريته كان تقريبا ب 120 جنيه، وكنت نازل طالع بيشيله على ايدي، كان هزاز هندي هو واللي الهزاز بيبقى الف شويه. وابقى من كلامهم في البيت جوز حمام ب 120 جنيه؟ هو ب 30 جنيه اثر معانا في حاجه يا ابني؟ انت اتضحك عليك، انت اتنصب عليك، انت وانت وانت. علشان كده لما جبت ب 400 وب 1500 ما كنتش بعرفهم في البيت، كنت بشتغل واحوش وراح اشتريهم في صمت. حتى برضو لما جبت اول مره كتاكيت النعام، انت اتضحك عليك، انت اتنصب عليك، ده مش نعام ده رومي نعام. ولكن الاصرار والعزيمه بيقضوا على اي هزيمه. شاعر الشاعر.